ميليشيا الحوثي ومنذ ظهورها في محافظة صعدة مارست مختلف الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، من قتل وتنكيل واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء على النساء في معتقلات سرية ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتفجير منازل المعارضين والمساجد وتجنيد الأطفال والتجنيد الإجباري للمدنيين واللاجئين وزراعة الألغام البرية والبحرية ومهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط في الممرات الدولية. ولدى الحكومة إحصائيات مفزعة بحجم هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو المناطق المحررة والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين والأبرياء، وترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.